صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله قرار رقم ثلاثة لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم واحد لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية جاء فيه يعين وزير التنمية المستدامة عضوا بمجلس التنمية الاقتصادية وتكون مده عضويته الى نهايه مده التشكيل الحالي للمجلس